عن الباب نتحدث، مقالة لعمر سليم بصوت مهندسة نجوى سلامة. مين اللي قال المذاكرة انتهت؟ اللي درسته في الكلية ده حاجة مهمة، بس في مرحلة أخرى وهي التعلم الحر أثناء العمل. في كلمة جميلة جدا قالها سيدي علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن. تخيل نفسك صاحب عمل وتقدم لك اتنين، واحد خريج هندسة ونقطة آخر السطر خلاص خلصت على كده، والتاني خريج هندسة ودارس إنجليزي كويس، بيتكلم إنجليزي كويس وواخد أوتوكاد وبيعرف يشتغل على الماكس وبيعرف يشتغل على الريفت واتدرب كل سنة، بيروح يتدرب في الأجازة في الموقع. فلو أنت صاحب الموقع هتشغل مين فيهم؟ ابدأ من النهاردة، يعني انسى اللي فات، ابدأ من النهاردة وتعلم وتابع اللي بيحدث حوالينا، وأي تطورات بتحصل لازم تكون على دراية بيها، فكل يوم بتيجي حاجة جديدة. على سبيل المثال عندنا البيم، واختار لحاجة اسمها Building Information Modeling، يعني بعمل نموذج للمبنى بكل المعلومات الخاصة بالمشروع، المبنى زي المدارس، البيوت، المصانع، الأبراج. وكلمة Information مقصود بيها إن أنا يبقى عندي المعلومات اللي هتفيدني في اتخاذ القرار أثناء اتخاذ عملية البناء، مش مجرد ان انا ببني موديل وخلاص، لا ده بيبقى فيه كل عنصر، بيبقى فيه المعلومات اللي انا محتاجها اللي هتقدر تفيدني اثناء الشغل. موديلنج نقصد بيها ان يبقى فيه تمثيل مرئي للمعلومه، او يبقى فيه معلومه بدل ما مكتوبه في ملف وورد، لا تبقى مجسمه قدامي فشايفها ثلاثيه الابعاد، وبعد كده بنخش في رباعيه الابعاد وخمسيه الابعاد، يبقى عندي نموذج المبنى فيه كل المعلومات اللازمه عشان اخد القرار. عشان كده لما تيجي تاخد حصر، تعمل حصر، ما بياخدش منك وقت خالص، ده مجرد بتدوس على زرار هو عنده كل المعلومات. البرنامج بيفرق بين الحيطه والباب والمخزن، وفي عارف الماتيريال بتاع كل عنصر، وعارف ان الخشب بتاع الباب غير الخشب بتاع الارضيه غير الخشب بتاع الترابيزه، فيقدر يعمل لي الحصر بدقه ويقدر يقول لي التكلفه قد ايه بالظبط. مش مجرد يقول لي ان انا عندي كام باب وكام مسمار يحتاجه، لا ده هيقول لي التكلفة كلها التكلفة قد ايه، يعني الباب ده هيكلفنا قد ايه، والصنايعي اللي هيجي يركبه هيكلفه قد ايه، المسامير هتكلفنا قد ايه، لو مول باطن هيكلفنا قد ايه. فبدخل كل المعلومات، المبلغ كله قد ايه، بحيث ان انا يبقى عندي رقم مظبوط اقدر اقول ان المشروع ده هيكلفني كذا، تمام. وبعدين لو انا عايز اعرف ايه اللي خبط في ايه، في ثانية واحدة بدوس فيقول لي خلي بالك ده الباب الفلاني خبط في الكاميرا الفلانية، والكهرباء خابطه في الميه، والعمليه في البزرابيط، فهيوفر معايا وقت كتير قوي، تمام. فده يعني هيقلل لي هدر، على الاقل الهدر بيبقى في حدود 20% ل 30% في المشاريع، كل ده هيقل. ده سر اهتمام العالم بيه، لانه مش مجرد احنا بنفكر في الفلوس، احنا بنفكر ان دي موارد مش من حقنا بس، ده حق الجيل اللي جاي، حق الاطفال الجايه، فدول لما يكبروا مش هيلاقوا موارد لو احنا فضلنا بالطريقه ديت. فبنحاول من خلال البيم بنقلل اهدار الموارد اللي بيحصل، لان مثلا لو انا في حاجه مثلا اكتشفت انها خبط، يعني بعد ما عملت الكاميرات اكتشفت ان في حاجه خبطه، فهضطر ان انا اكسر، والحاجه اللي هتكسر دي مش هيبقى لها لازمه. في دول خلت البيم اجباري، ما تخش تصريح بالمبنى غير لما تكون اديته موديل للبيم، زي الصين في الخطة الخمسية بتاعتها، الدنمارك من 2007، السنغافورة من 2015 لأي مبنى أكبر من 5000 متر مربع، كوريا الجنوبية اللي زي مع القطاع العام. لو أنت بتفكر في فرنسا فهو إجباري من أول إبريل 2016، دلوقتي فرنسا من 2017. أمريكا مش هيبقى إجباري غير في الحاجات الحكومية، لو أنت عايز تقدم مشروع حكومي فبيقولك إحنا مشترطين البيم، انما عموما القوانين في امريكا ما بتبقاش اجباري، تمام. هو الا لو في مثلا منطقه او كده حبت انها تخليه اجباري، فدي حاجه داخليه. في البلديه بتاعت دبي خلته اجباري للمشاريع الكبيره والحكوميه، فهو بدا يتطور، فمبقاش فكره ان انا اعمل موديل بس، لا ده انا بعد ما اعمل موديل بستفاد منه، بقدر اربطه بالجدول الزمني للمشروع، فتبقى شايف المبنى قدامك مش مجرد جدول اكسل اللي مش فاهم منه حاجه، لا بتشوف المبنى وبيكون قدامك، فلو في اي مشكله تلقطها بعينيك وتبدا تحاول تحلها، كان في طفل صغير بيظهر قدامك، بمعنى صح ان انت بتشوف الارض مستويه وبعد كده بيبدا الحفر يظهر قدامك، وبعد كده الاساسيات تظهر معاك، وبعد كده يبدا يظهر الاعمال بتاع الدور الاول والسقف و و و لحد ما المبنى كله يظهر معاك. في برامج بتاع الموضوع دوت زي نفس ووركس وسينكرو،
البيم ما بيقفش فايدته بان المبنى انتهى، لا ده انت في اداره المبنى، يعني بعمل سيستم اللي هو بيلدنج مانجمنت سيستم البي ام اس، او بيسموها البوم بيلدنج اونر اوبريشن موديل. دي فايدتها اكتر من الفايده بتاعت البيم اثناء البناء، بقدر اتحكم في المبنى بطريقه قويه جدا، بحيث ان اي مشكله تحصل اعرف لو انا في فندق، فبدل ما الزبون يتصل بيا، لا ده انا اوتوماتيك اي مشكله بتحصل ببقى عارف المشكله دي في ساعتها وابدا اروح حلها. في دراسه جامعه ستانفورد عملتها على اكتر من 32 مشروع ضخم، لقيت ان انا ممكن اقدر اتفادى 40% من الحاجات اللي تحصل اثناء التنفيذ لو انا طبقت البيم. الدقه في حساب التكاليف في حدود 97%، بنوفر 80% من الوقت اللازم لحساب التكلفه، بنوفر 10% من التكلفه الكليه للمشروع، بنقلل 7% من وقت المشروع. وفي احدى الاستبيانات اللي اجرتها مؤخرا مؤسسه ام سي جرو هيل، بين ثلاث ارباع مستخدمي البيم في اوروبا الغربيه اكدوا انهم حصلوا على نتائج ايجابيه ملموسه على استثماراتهم الكليه مجرد ما طبقوا البيم. وفي 63% من مستخدمي بيم في امريكا الشماليه حسوا بالفرق الكبير. طبعا كل ما بيطبق البيم اكتر كل ما النسبه دي بتعلى، يعني ممكن اول مشروع ما تحسش بالفرق لان الناس لسه مستغربه البيم، انما لما بيتطبق كويس بتبدا النسبه دي تزيد والناس بتبدا تحس بفائده البيم. طيب ليه البيم وهنستفاد منه بايه؟ اولا اقدر اعمل نموذج دقيق جدا وغني بالمعلومات للمبنى وفي المعلومات اللي انا محتاجها، بحيث ان انا اقدر اخد قرار بسهوله، اقدر اعدل بسهوله في النموذج. اي مشكله بتحصل بتظهر اثناء التصميم واقدر احلها، ما استناش اثناء التنفيذ، بيبقى دي تكلفه لو انا اكتشفت المشكله اثناء التنفيذ. كل الاقسام بيتعاملوا مع بعض بطريقه قويه وبيقدروا يشوفوا بعض، زي الميكانيكا والكهرباء والمعماري والانشائي، بتبقى المشاكل بتقل بينهم بالحصر الدقيق لجميع اجزاء المشروع، بتبقى عارف تكلفه المشروع في كل مرحله هتبقى قد ايه. بنخفض تكلفة المشروع أقل حاجة 10% من تكلفة المشروع نتيجة تغييرات أثناء الشغل، بنقلل الوقت أثناء التنفيذ، بنقلل الهالك بتقريبا بحدود نسبة 37% من الخامات بتختلف مشروع لمشروع. لوحة التصميم الديزاين بتبقى هي يا نفس لوحة شوب درونج، التعديلات بسيطة جدا، بتبقى قريبة جدا من لوحة الأسبلت، بتبقى تعديلات بسيطة برضو. بنقدر نعمل صيانة بعد ما المشروع يخلص، حتى لما تيجي تهد المبنى بيبقى معاك الموديل فتقدر تعمل سيموليشن تشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نضربها بسهوله توقع المبنى كله، يعني الاعمده مثلا ايه الاعمده اللي ممكن نكسر فيها في نفس الوقت بحيث ان المبنى ما يميلش لا يمين ولا شمال، يقع على طول في نفس المكان بتاعه من غير ما يأذي الناس اللي حواليه. بنقدر نتعاون مع طبعا ثلاثيه الابعاد، وبنقدر نتعاون مع السكانر ثلاثي الابعاد. من الحاجات الجديده برضو مثلا على سبيل المثال النورمان فوستر بيتعاون مع مؤسسه الفضاء الاوروبيه ان هو يودي طبع ثلاثيه الابعاد فوق القمر او فوق المريخ، بحيث ان هم يبنوا بنفس الخامه اللي موجوده. انت لو جيت تاخد مثلا طن اسمنت وطن حديد هتشتريهم غالي جدا، وتروح هناك تكلفه النقل للكيلو بالملايين، فانت خلاص بقى عندك انت الماده الخام موجوده، زي ما استاذنا حسن فتحي كان بيقول انظر تحت رجلك وابني، وانت هناك هتطلع بس طبعا ثلاثيه الابعاد ومعاك الموديل بتاع البيم هتدخله على الطبعه وتقول لابني، فهتلاقي مثلا بناك 500 بيت ورا بعض كده بنفس الفكره كلها. فلذلك اتمنى ان انت تبدا في التعلم من اول يوم، من اول النهارده، ما تضيعش. حتى لو انت في اول سنه كليه ابدا، لو انت خلصت كليه ابدا، لو انت شغال ابدا، اقل حاجه تقرا كتابين كل شهر في المجال التخصص بتاعك على اساس تقدر تنافس وتبقى قوي في المجال بتاعك، وبالتوفيق إن شاء الله.